مشاهدينا خلينا نشوف شو آخر المستجدات على السوشيال ميديا بحكي ميديا. من جديد صارت معنا آلاء، مساء الخير مرة ثانية. مساء النور لكم مرة ثانية وكمان للمشاهدين. رح نبلش بخبر بعدين ننتقل للأغاني اللي وعدكم فيها. يلا. ظهور مفتي تونس على إحدى قنوات العدو الإسرائيلي أثار ضجة كتير كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي. صفحة أنتاب على التلفزيون العربي أعدت فيديو عن الموضوع، خلينا نشوفه مع بعض. نرحب بضيوفنا الكرام الإخوة من رجال الدين اليهودي وعلى رأسهم كبير الأحبار في أوروبا، أهلا بهم وسهلا في بلادهم تونس. مثل ما شفنا انه تونس مثل ما بنعرف كلنا انه هي احدى الدول العربيه اللي ما وقعت على اتفاقيه التطبيع. كثير غريب انه المفتي يعني يعطي تصريح او يصور مع القناه السابعه التابعه على اسرائيل. والغريب انه عم ينكروا انه دخول اي صحفي اسرائيلي، ولكن مثل ما شفتي الميكروفون كان واضح يعني. اي مو هي المره الاولى يعني. صحيح. شامان نكون سيئين نية، يمكن فات حدا إسرائيلي ولكن بجواز غير إسرائيلي يعني وبعدين صوروا. هذا الشيء يمكن كثير طبيعي بالدول العربية أنه يدخلوا صحفيين وما يكونوا معروفين من وين هن أصلا. بس الغريب أنه يجي المفتي يصرح لقناة بيعرف أنه هي إسرائيلية ويرحب فيهم، فهذا الشيء اللي أبدا أبدا يعني ما أنه مقبول. مثل ما شفنا تأهيل تأهيل وتسهيل يعني، مو أي في مطالبات بعزله يعني، فما بعرف لسه عم تكبر، رح نضل عم نتابعها لنشوف لوين بدها توصل. أكيد. لأنه العمر هو مجرد رقم، فهذا الرقم ما لازم لا يخلينا نوقف عن الحلم ولا عن الغناء. خلينا نشوف هالفيديو. يلا. حبوبي معايا من قبل ما اسمع، وبقلبي دمرايا مرسوم مرسوم فيها الطيف، شايفاها في خيالي، سمعاها بيقولي يا حياتي تعالي تعالي تالي، ويا حياتي تالي تالي تالي، وغني لي تملي وقولي لي تملي، قولي الحب ده غنوة كلها الله. عن جد الله شجعتنا انه نغني فعلا بالاستوديو. لا 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 تهور. اي هم صارت معي الماء طلع بده يقوم شكله. لا لا تهور. بس عن جد الله يسلم لها الصوت، وفعلا يعني اغنيه صعبه واديتها بطريقه كثير حلوه، وادي عم تبث فرح محل ما هي وعم تشجع انه يغنوا. يمكن انا الشيء اللي بلفتني دائما الكبار بالعمر عندي هيك نقطه ضعف تجاههم، اي حدا كبير بالعمر يعني الله يطول بعمرهم كلهم يعني. بس بحس فعلا انه هن بركتنا. صحيح صحيح. لحتى نأكد على نفس الفكرة رح نسمع موال بصوت رجل عجوز من مدينة حما. هذا المقطع انتشر كثير اليوم على تويتر تحديدا. يا يا ضب يا أمير تحسن، ضب يا أمير تحسن، هدد قوامي وصل. يا سلام عليك.
ضب يا أمير حسن هدت قوامي وصل الوجه مسف الصبح والشعر وسطه وصل يا ضب يا سلام يا عيني الوجه مسفر صباح والشعر وسطه وصل طول عيونه سهر يا بطول عيونه سهر خلتني سبح وصلي يا ضب يا عيني طول عيونه سهر خلتني سبح وصل سبحان من صوى فكرت في امره يا سلام يعني عن جد صوت كتير كتير حلو مميز كمان الله يعطيه الصحة حتى أداؤه والمقامات اللي عم يغني فيها رهيبة حتى جماعة الكنترول حسيتهم سردوا نص الفيديو قد ايه حلوين قد ايه بيعطونا فرح وامل يعني صحيح. يا جماعه فعلا فرحوا وانبسطوا وغنوا يعني هذا الشيء الوحيد اللي بنقدر عليه صحيح صحيح ايهام ويارا انا بدي ودعكم كمان مشاهدينا بدي ودعكم بكره رح نلتقى وبكره رح يكون في معنا اكيد مواضيع جديده ويمكن يكون معنا اغاني جديده كمان ان شاء الله دائما نتمنى يكون في اغاني شكرا لك شكرا لكم كمان بدي اتمنى لكم ليله سعيده بدنا نحكي هلا اكيد عن الرياضه بعد هذا الفاصل